قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات خلال هذا الأسبوع إلى معدلات غير مسبوقة، فيما تواصلت الحملات الأمنية على تجار العملة وسط العاصمة السودانية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية بالخرطوم إن أسعار بيع الدولار بلغت 100 جنيه، في ارتفاع هو الأول من نوعه وسط وقف شبه تام لحركة البيع من قبل تجار العملة والاكتفاء بالشراء. ويشكل تهاوي قيمة العملة الوطنية المستمر أحد أهم التحديات الأكثر تعقيداً التي تجابها الطاقم الاقتصادي للحكومة الانتقالية، والتي لم تفلح أي من سياسات أو السياسات التي تم اعتمادها في فك شفرتها. ملهاة اقتصادية يجسدها واقع الجنيه السوداني اليوم، بعد أن كان يعادل 4 دولارات، ها هو اليوم يسحقه الدولار الذي تجاوز 100 جنيها في السوق الموازي، وتنبؤات تشير بتجاوزه حاجز 150 جنيها، وتأبى الحمى أن تزول عنه منذ أن كان الدولار ب2.3 جنيه في العام 2011. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية أخيرا في كبح جماح ارتفاع الدولار في السوق الموازية، بل على العكس زادت من تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. ولم يعد خافيا بأن أبرز ملمحين للاقتصاد السوداني هما التضخم وارتفاع سعر الصرف، بحيث بدا واضحا أن كل الحلول والمقترحات التي اقترحت لم تؤتي أكلها في ظل الأزمات المتلاحقة وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية. ولا يدخر الخبراء الاقتصاديون جهدا في التنويه إلا أن مجمل المعالجات ظرفية ولا تخاطب جوهر الأزمة، ذلك أن الاعتماد على الخارج المتمثل في الدعومات والاقتراض من الصناديق وما يسمى أصدقاء السودان يظل غير مضمون، ولا يمكن أن يقود لارتفاع أو استقرار قيمة العملة الوطنية، إذ أنه قائم على الوعود فقط. ومع أن الذي جرى ويجري من عمليات تشخيص ووصفات علاجية يعني ضمن ما يعني إمكانية التماثل للعلاج وخروج آمن وسليم للجنيه السوداني، إلا أن ذلك يبدو بعيدا في الوقت الحاضر، فما يزال الدولار يواصل التحليق عاليا أمام الجنيه، ما يعني أن وصفات حكومة حمدوك ربما تكون بطيئة التأثير، أو أن استجابته للعلاج ليست بالمعدلات المطلوبة. إن انخفاض سعر صرف الجنيه يعني بالضرورة ارتفاعا مباشرا لأسعار السلع الاستهلاكية بالبلاد، ويفاقم الأزمات العالقة التي تجابه البلاد حاليا، ما يتطلب وضع حلول إسعافية عاجلة وأخرى طويلة المدى للسيطرة على سعر الصرف ومحاصرة التراجع الكبير للعملة الوطنية. وإن كانت المؤشرات الماثلة والتي تسببت في انخفاض أسعار العملة الوطنية تؤكد صعوبة المهمة بالنسبة للطاقم الاقتصادي لحكومة حمدوك، فهل تفلح الحكومة في التعامل مع كل المعوقات ومسببات انحدار قيمة العملة الوطنية؟ ولمزيد من التفاصيل حول قضية اليوم مشاهدينا، ينضم إلينا من الخرطوم عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير دكتور عصام علي، وأيضا أرحب بالخبير الاقتصادي أستاذ علاء الدين فهمي. مرحب بكم الاثنين، ونبدأ معك بداية دكتور عصام. يعني معروف تدهور العملة الوطنية وكذلك مشاكل في سعر الصرف وعدم استقراره، في رأيك ما هي مطلوبات استقرار سعر الصرف وإنعاش الجنيه السوداني في ظل الوضع الاقتصادي الراهن المعروف؟ يعني أولا أستاذي الكريمة، يعني أسمح لي أن أتحدث بكل شفافية أن النظام الفترة الانتقالية قد ورث يعني أزمة اقتصادية تتمثل مظاهرها الماثلة الآن في انفراط سعر الصرف، تتمثل في شح السيولة، تتمثل في التضخم، في الضائقة المعيشية. يعني أفتكر أنه في مشكلة هيكلية في الاقتصاد السوداني، وبالتالي الآن الحادثة الآن هي مظاهر من مظاهر الأزمة، ولعل يعني ارتفاع وتذبذب سعر الصرف هو زي ما ذكرت لك واحد من أسباب الأزمة الماسية أمامنا.
أنا في تقديري الشخصي هذا الصعود والهبوط المتوالي للدولار، أو أسمح لي أقول يعني انخفاض العملة الوطنية بالأصح، لأنه الدولار هو مستقر وإنما عملتنا الوطنية هي التي يعني تتذبذب طارة إلى أعلى وطارة إلى أسفل. أنا أعتقد في تقديري أنه هنالك يعني مشكلة حقيقية في شح الإنتاج، مشكلة حقيقية في ميزان التجاري، الخلل في الميزان التجاري بتاعنا، إضافة إلى الأزمة يعني الآن بشكلها الراهن هي أزمة في تقدير الشخص هي أزمة بتاعت مضاربات، لأنه لا يمكن للعملة الوطنية يعني تنخفض بهذه السرعة وتنتفع بنفس السرعة إلا وأن هنالك مضاربات الآن قاعد تحصل في 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 السوق العملات، باعتبار أن الدولار في حد ذاته لم يصبح يعني هو عملة، وإنما أصبح سلعة للاحتكار، سلعة للمضاربات، سلعة إلى ما لذلك. نعم. طيب يعني دكتور عصام، معروف أنه السياسات النقدية في السودان شهدت عدم استقرار كبير جدا يعني في فترة سابقة وحتى الآن، مع عوامل أخرى طبعا أسهمت في تراجع قيمة العملة السودانية، في رأيك ما هي السياسات النقدية اللي ممكن تعالج اختلالات سعر الصرف يعني؟ ونعلم تماما أنه السياسات تؤثر كثيرا في حل المشكلات عموما. نحن يعني انا افتكر انه مشكله العمله الوطنيه هي ما مشكله بتاعه سياسات ماليه بقدر ما انها هي مشكله بتاعه سياسات اقتصاديه قبل ما تكون سياسات ماليه. صحيح. انا في تقديري الان احنا مشكله العمله الوطنيه هي مشكله زي ما ذكرت لك في بدايه حديثي، هي مشكله بتاعه اختلال حاصل في الميزان التجاري، وبالتالي لو احنا دايرين نضع سياسات ما بميل اكثر الى السياسات الماليه بقدر ما انه بميل الى السياسات الاقتصاديه التي يمكن ان تشجع الانتاج وتزيد الانتاجيه تحقق وفرة للاستهلاك المحلي، وبالتالي تفتح أبواب لصادر المنتجات بتاعتنا، ونقدر يعني نلقى قدرة تنافسية في السوق العالمي. أنا في تقديري إذا نحن لجأنا لوضع سياسات تزيد الإنتاج وتشجع الإنتاج وتزيد الإنتاجية، أنا في تقديري يمكن أن نحل كثير من الخلل الحاصل الآن في البنية الهيكلية أو في بنية الاقتصاد الوطني. نعم. طيب نذهب لأستاذ علاء ونشوف رأيه تحديدا. أستاذ علاء، يعني معروف أن التحديات الاقتصادية الراهنة على رأسها طبعا شح النقد الأجنبي والمحلي، وأيضا عجز ميزان المدفوعات وضعف قيمة العملة الوطنية، هل من ضوء في آخر النفق؟ ويعني هنالك ممكن تكون معالجات وحلول، والاقتصاد هو علم البدائل وعلم الحلول. يعني الحقيقة الحديث عن انخفاض العملة الوطنية أمام العملات الصعبة هو يعني مسألة متشعبة وقديمة. أول ديفالويشن حصل تخفيض للجنيه السوداني حدث سنة 78، ومن هناك نستطيع أن نقول بدأ تدحرج العملة السودانية أمام العملات الصعبة. حتى ما وصلنا إلى فترة الإنقاذ قوت من السوق الموازي، بقى يوجد سعر للجمارك، سعر للدواء، سعر للدولار الجمركي، سعر، فدي كلها اختلالات خطيرة جدا في السياسة المالية. في مشكلة كبيرة جدا أنا أفتكر بتواجه الدولة الآن لوضع يدها على السيولة الكبيرة الموجودة خارج المنظومة المصرفية، الجهاز المصرفي في كتلة نقدية ضخمة تفوق 80% من حجم الكتلة النقدية موجودة خارج هيمنة ويد وزارة المالية وبنك السودان. هذه الكتلة النقدية في منها كتلة موجودة في أيادي غير أمينة، الأيادي الغير أمينة دي إحنا عندنا تراكمات مالية ضخمة حدثت من نهب أموال الشعب السوداني تراكمت لدى منسوبي النظام السابق، دي واحدة. الأمر الآخر عندنا أموال ضخمة جدا من أموال التجنيب موجودة لدى أيادي غير أمينة برضو، هذه المبالغ هي مبالغ مليارية، عشرات المليارات، مئات المليارات موجودة خارج المنظومة المصرفية. كل هذه الأموال الفيرست أوبشن بالنسبة لها إنها تشتغل تضارب في الدولار العائد السريع، السكن اوبشن ان تضارب في الذهب، الثيرد اوبشن تضارب في الكاش كروبس او المحاصيل النقديه. زي ما شفنا وصلنا لحته انه سعر السمسم والفول السوداني داخل السودان اغلى من السعر العالمي. انا افتكر اذا عاوزين نتحدث عن حلول الان احنا في وضع
لتقديم حلول إسعافية. نعم الإنتاج إذا عاوز تجيب دولار لازم تعمل صادر، إذا عاوز تعمل صادر لازم تجي يكون عندك إنتاج، والإنتاج ده لازم يكون بالكواليتي العالمية المقبولة بالسعر المنافس في المكان والزمان المطلوب. ده كلام ممتاز اقتصاديا ما في اثنين ثلاثة، ولكن احنا الآن عشان ندخل في مسألة بتاعت إنتاج دي بتاخد زمن، عاوزين لنا يعني دورة بتاعت 6 شهور 10 شهور عشان نقدر تمشي بالتوازي. هذه معالجة اقتصادية تمشي بالتوازي مع الإجراءات الإسعافية. نعم. الإجراءات الإسعافية في تقدير المتواضع أول إجراء يفترض يتم اتخاذه الآن هو تغيير العملة الوطنية. تغيير العملة، تغيير العملة ده في والآتي ما في مجازفات تغيير العملة أستاذ علاء؟ في مجازفات بالتأكيد، ولكن إحنا أمامنا مشكلة كبيرة الآن. عندنا كتلة نقدية كبيرة خارج هيمنة وخارج يد وزارة المالية وبنك السودان. هذه العملة يتم استخدامها في المضاربات الواضحة، زائد هذه العملة الجزء الكتلة النقدية الكبيرة دي جزء كبير منها في يد منسوبي النظام السابق يستخدموها استخدام سياسي. احنا ما دارين نناقش امر سياسي الان، بنناقش امر اقتصادي. صحيح. ولكن الامر السياسي ده بيترك ظلال واضحة على العملية الاقتصادية الان. طبعا. ما ممكن سعر بتاع دولار يزيد له 5 جنيه و7 جنيه في يوم ويومين مهما كانت الظروف. فده معناته في جهات معينة في أوقات معينة بتوجه أموال ضخمة سيولة جد كبيرة جدا موجودة في أيادها لشراء الدولار لرفع العملة، زائد لتهريب العملة نفسها. التضييق القضائي الآن الحادث على منسوبي النظام السابق جعلهم يفكروا يعني بصورة جادة لإخراج أموالهم من حتى يضعوها للخارج، يضعوها في حتة آمنة كما يظنون. الآن أنا أفتكر مسألة تغيير العملة إن كانت بعض الاقتصاديين وبعض أشقانا في بنك السودان بيروا إن والله في تكلفة دارين لنا 250-300 مليون دولار عشان نعمل طباعة عملة جديدة، إذا دي تعذرت أنا أفتكر يتم سحب العملات العالية 100 جنيه و200 جنيه و500 جنيه من التداول وتصبح غير مبرئة للذمة، تفضل 50 وال20 وال10 وال5. ديل بيشكلوا حوالي 60% من الكتلة النقدية المتداولة. أنا القروش الموجودة في يد المواطنين اللي عنده 5 مليون واللي عنده 20 مليون يعني 20,000 و100,000 جنيه دي أنا دي ما مستهدفة. أنا مستهدف الأموال الكبيرة اللي بتوظف الموجودة في أيدي غير أمينة، الموجودة بالمليارات بمئات المليارات اللي بيتم تسخيرها لتخريب الاقتصاد القومي وبيتم تجييرها للصراع السياسي. هذه الأموال ما لم تخرج من السوق وترجع للجهاز للدورة المصرفية في مكانها، أنا أفتكر سنظل واقفين في مكاننا وسيظل الدولار في حالة صعود. أنا أفتكر في تقدير المتواضع إنه الاقتصاد السوداني يقدر يتحمل دولار لغاية 130 جنيه 140 جنيه. نعم. طيب لكن أستاذ علاء، هذه نقطة الانهيار. طيب. إذا وصل لا قدر الله لهذه النقطة، هذه نقطة الانهيار اللي بيستطيع انه آخر مبلغ يستطيع انه الشعب السوداني والاقتصاد السوداني يتحمل فيه زيادة في سعر العملة. نعم. طيب إذا ركزنا على كيفية توفير نقد أجنبي أو عملة، الصوت معلش الصوت. نعم. إذا ركزنا على توفير العملات الأجنبية للبنك المركزي، يبدو انه في مشكلة كبيرة جدا في تعزيز الصادر، يعني في رأيك ما هي حجم المشكلة وكيف نحل هذه المشكلة؟ حجم المشكلة في حجم الصادر، نجي نمسك السلع الصادر الآن الموجودة عندي. أنا عندي الذهب كخيار أول للصادر، عندي المنتجات النفطية، عندي المحاصيل نقدية الكاش كروبس، وعندي مواشي لحوم أو مواشي حية. دي كلها أسرع سلعة ممكن تديني عوائد، ممكن تضيف لي عوائد وحصائل ريفينيو بتاع صادر سريع، هي الذهب. الذهب الآن أنا أفتكر السياسة كانت القديمة للتعامل في صادر الذهب سياسة كانت خاطئة. حتى السياسة الجديدة الآن في تقدير المتواضع، وهذا رأي شخصي يعني، إذا الوضعت بأنه شركات خاصة تقوم بالصادر وبنك السودان يتابع التحصيل، برضو دي في تقديري ما حتنجح.
الذهب يجب أن يكون الصادر بتاعه عبر بنك السودان، ما بالطريقة القديمة. زمان كان بيحصل إنه النظام السابق بيطبع عملة، يشتري بها الذهب من الذهابة، يصدر الذهب، يطلع الذهب، والدولارات ما بتجي راجع، ما بتحصل حصيلة بتاع الصادر. ولذلك ما لم يتم امتصاص السيولة الضخمة خارج الجهاز المصرفي، فهذه المشكلة، مشكلة المضاربة في الدولار، ومشكلة المضاربة في الذهب، ومشكلة المضاربة في أسعار الكاش كروبس، حتظل في مكانها. الذهب بالنسبة لصادر الذهب كخيار قوي لريفينيو. تفضل السيد وزير المالية امبارح في لقائه انه هناك 450 كيلو يوميا بيجيب 25 مليون دولار. هذا مبلغ كبير بالمناسبة. المبلغ ده قد يجيب 5-6 مليار دولار في السنة. فإذا أنا بفقد يوميا مبلغ زي ده، يعني بسبب أخطاء سياسات. أنا بتكلم عن الذهابة. شركات الدولة اللي بتطلع الذهب دي ما تابعة للدولة وعندها سياساتها ومعروفة، إجراءاتها معروفة. لكن الذهب اللي بشتريه من الذهابي، لازم أنا هذا الذهب أشتريه بسعر الدولار القائم الآن في البورصة العالمية، سواء بورصة دبي أو بورصة هونغ كونغ أو أي بورصة أخرى. السعر القائم 42 دولار للجرام. يتم محاسبة الذهابة بالدولار. هذه دي وجهة نظري أنا، يعني يتم محاسبة الذهابة بالدولار. البنك السودان ووزارة المالية توفر 50 مليون دولار كرأس مال ابتدائي. الريفينيو الشراء من الذهابة بالدولار ما دولار نقدي ولا كاش، دولار بيكون في الحساب. يكون في عنده حلين اختيارين صاحب الدولار، يا إما تم استيراد، عمل استيراد هو بالدولار ده خلال البنك، أو عمل حساب لحساب داخل البنك لمستورد. لمستورد إنه هذا الدولار في النهاية يذهب لعملية الاستيراد. طيب نشوف رأي دكتور عصام يا أستاذ علاء. يعني دكتور عصام، من أهم أسباب ارتفاع السعر الصرف طبعا الدولار مقابل الجنيه هو ضعف الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي انحسار الصادرات السودانية وتراجع مساهمات القطاعات المنتجة. في رأيك ما هي الحلول؟ أنا يعني أول حاجة أتفق مع أستاذ الكريم فيما مشى له. يعني أنا في تقديري أنه فعلا حقيقة هنالك مضاربات في السوق. هذه المضاربات بتتطلب حل عاجل أو حل آني وحل استراتيجي. ما ذكرته في جانب بتاع تعظيم الصادرات السودانية والمنتجات السودانية، هو ده ممكن نعتبره في الإطار الاستراتيجي. محتاجين لإجراءات آنية تحد من المضاربة في 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 سعر الصرف. ولعل الأستاذ الكريم يعني يتفضل بامتصاص السيولة من 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 من, من السوق، يعني الأيادي الخارجية. بنفس الغدر أنا مصر إنه عشان نعالج هذا الإشكال معالجة جذرية، لابد لنا أن نعظم الصادرات، لابد لنا أن نزيد الإنتاجية، لابد لنا أن نزيد الإنتاج، لابد لنا أن يكون الميزان التجاري يعني في حالة بتاعت اتزان، أو يكون لأصل فروض مرجح في كفة السودان. زيادة الإنتاج والإنتاجية زي ما يفضل الأستاذ هو مشروع يعني طويل الأمد، ما بتحل باليوم وليلة. نحن محتاجين عشان نزيد الإنتاجية ونزيد الإنتاج، محتاجين لسياسات تشجع من الإنتاج وتشجع الإنتاجية. محتاجين أنه في نفس الوقت انه يعني نرتقي بالبنيه التحتيه بتاعتنا للصادر، لانه حقيقه ما زالت البنيه التحتيه بتاعت الصادر ما زالت في شكل يعني ممكن نقول عليها ممهاره تماما. محتاجين الى اسواق بمواصفات عالميه، محتاجين الى تحدث عن صادر اللحوم، محتاجين الى مسالخ بمواصفات عالميه، محتاجين الى محاجر بمواصفات الكثير وهكذا. ونحن حقيقه محتاجين يعني محتاجين الى بنيه تحتيه تزيد من صادراتنا وتدي المنتجات بتاعتنا اللي بتتمتع الان، بنفتكر انها بتتمتع الان بميزه نسبيه، انه نحولها الى قدره تنافسيه في السوق العالمي. انا في تقديري دكتور عصام، يعني اسف المقاطعه لانه زمننا قرب ينتهي، في رايك عدد من الاقتصاديين اشاروا الى انه الاقتصاد السوداني المترنح لا حلول له الا برفع الدعم عن السلع. يعني في رايك سلع والخدمات طبعا، في رايك يعني هذا الحل هل هو ممكن يكون حل جذري ويحل المشكلات؟
قطعا هو ما حل جذري وانما حل يزيد المعاناه بتاعت المواطنين اكثر واكثر. يعني المساله بتاعت سياسه رفع الدعم هي في تقدير الشخصي اول هي سياسه تجربه ونجرب. يعني ظل السودان يجرب في هذه السياسه منذ يعني فتره طويله جدا ولم تنجح ولم تنجح ولم تحقق اي رفاهيه لشعبنا ولم تحقق اي يعني توازن في الاقتصاد السوداني. وبالتالي لابد لنا ان احنا الان زي ما ذكر الاستاذ انه مشكلتنا ما مشكله بتاع احنا مشكله اداره الموارد. الموارد موجوده. الأستاذ قبل شوية ضرب مثل بسلعة واحدة هي سلعة الذهب وممكن نضيف لها يعني سلعة الصمغ العربي ممكن نضيف لها المنتجات الحيوانية وهكذا. بالتالي هي ليست الأزمة يعني أزمة يعني محتاجة إلى 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 رفع الدعم لأنه رفع الدعم هو يزيد المعاناة يزيد ممكن التضخم وما إلى ذلك. أنا في تقديري الشخصي أن سياسة رفع الدعم ولعل إنه شعبنا يعني خط رأي واضح في مسألة سياسة رفع الدعم في 2000 في سبتمبر 2013 ما خرج جماهير شعبنا وقدموا أكثر من 200 شهيد إلا لسياسة هذه سياسة سياسة رفع الدعم ولم تأتوا أكلها ولم تحل اقتصاد مشكلة الاقتصاد السوداني. وضحت الفكرة. وبالتالي وبالتالي علينا إنه ننظر إلى ذاتنا ننظر إلى 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 إمكانياتنا ننظر إلى مواردنا ونعظم هذه الموارد ونقدر إنه نحقق منها رفاهية لشعبنا. الآن الأستاذ ذكر مجموعة بتاعت إجراءات الآن في تجنيب حاصل الآن محتاجين إلى إصلاحات جمركية لأنه ما زال يعني المسألة بتاعت الإعفاء الجمركي عالي جدا محتاجين إلى محاربة التجنيب محتاجين إلى مجموعة من السياسات يعني ممكن تؤدي إلى 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 تخفيض. إذا كانت هنالك حلول اقتصادية بطريقة علمية بطريقة ممنهجة لماذا نتجه إلى الحلول زي ما أنت ذكرت التجربة المجرب يعني ولم تنجح لم ينجح هذا المجرب من قبل. سيد علاء يعني لأنه خلاص زمننا قرب ينتهي الحملات المكثفة ضد تجار العملة رأيك فيها شنو؟ هل ممكن تنعش الجنيه السوداني؟ الحملات ضد تجار العملة أمر جيد ولكن ليس بالأمر الأساسي. دي ممكن يعطلوا عملهم لفترة شهر شهرين. دي الناس عندهم إمكانيات مالية واسعة ولكن من حيث هي جيدة كونه كان تعرض الأموال في الشارع في بجوار سوق الذهب في قلب الخرطوم جماعة جنزير ويلوح بالعملة للبيع والشراء وكلنا نعلم ان هذه العمليه هي تخريب للاقتصاد الوطني في مسمع ومرأة الاجهزه الحكوميه كلها. دي كانت مساله يعني معيبه جدا جدا. كويس انه الان انه الناس توقفها ولكن عندي بس دقيقه انا لو سمحت لي يا استاذ داليا فيما يخص ما صرح به سعاده رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك امبارح في المؤتمر الصحفي في انه بنك السودان لا يتبع لمجلس الوزراء بيتبع للمجلس السيادي. أنا أفتكر هذه عملية خطيرة للغاية. بنك السودان ده واحد من أزرع وزارة المالية اللي بتضع السياسات وبتضع اللوائح لحصائل الصادر ولسعر الدولار وسعر العملات الصعبة. نعم. فكيف يكون إدارته والقرار بتاعه خارج مجلس الوزراء؟ أنا أفتكر زي ما أستاذ مدني عباس مدني مبارح أدى نفسه سقف 3 أسابيع بيحلم صفوف الخبز أنا أفتكر دكتور عبد الله حمدوك مطلوب منه الآن 2 أسبوع يرجع لنا بنك السودان لوزارة المالية يتبع ويرجع لمجلس الوزراء بحيث تكون يكون هناك انسجام وتناغم كامل بين وزارة المالية و البنك المركزي بنك السودان. نعم. تحت مظلة مجلس الوزراء. طيب أستاذ علاء يعني أخيرا عدد من الاقتصاديين أرجعوا استمرار ارتفاع الدولار لشح المعروض وكذلك زيادة الطلب وارتفاع المضاربات من قبل التجار. هذه الأسباب هل هي فقط اللي أدت للارتفاع الجنوني للدولار أم هنالك أسباب أخرى؟ شح المعروض وزيادة الطلب هما مع عملية ميكانيزم بتشتغل مع بعض. لما يكون في طلب كثير بالتأكيد المعروض ما حيكفي والآن هناك طلب متعمد زي ما أنا ذكرت في أول كلامي في طلب متعمد من جهات تمتلك سيولة ضخمة مليارات الجنيهات بتوجهها حسب رؤيتها السياسية. في طلب متعمد لحاجتين رفع الدولار لإحداث اختناق اقتصادي يتم به خنق حكومة دكتور حمدوك والخطوة الثانية تهريب الأموال بتضييق العملية القضائية الآن والعدلية
الآن شايفين يعني في كثير من المحاكمات، في كثير من المسألات، الناس عاوزة تضع قروشة برا، شعرت إنه المسألة قربت لها، ابتدت تهرب قروشة طلعها برا. هذا الأمر برضو أرجع تاني، ما لم يتم سحب هذه السيولة الضخمة التي تزيد عن 80-90% من الكتلة النقدية في أيديهم، أنا أفتكر هذه المشكلة. شكرا جزيلا، وضحت الفكرة. دكتور عصام، يعني في ثواني عندك تعليق أخير عشان ما نكون حرمناك من الكلمة الأخيرة. أنا يعني أتفق مع دكتور علاء فهمي في ما مشي له، لكن در أزيد يعني نحن محتاجين الآن جنبا إلى جنب من سحب العملة النقدية عشان نخفف الضغط على الدولار، ونخفف الضغط على الطلب العالي للدولار. محتاجين حقيقة يعني نحدد السلع المستوردة بعناية فائقة. كثير من السلع أنا بفتكر إنه في تقدير شخصي إنه هي ممكن تكون سلع كمالية لا حوجة لها الآن في الوضع الراهن، عشان نخفف الضغط ونوجه كثير من العملة النقدية إلى سلع ذات أهمية قصوى في حياة الإنسان وفي معايش الإنسان. أنا أفتكر هنالك مجموعة من السلع يمكن الآن في مرحلة أو نخط سقف في زمن لمدة 6 شهور مجمد هذه الفئة استيراد هذه السلع، بحيث إنه نقدر نخفف الضغط على الدولار في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا دكتور عصام علي، عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير، وشكرا جزيلا أستاذ علاء الدين فهمي الخبير الاقتصادي، شكرا لهذا التحليل لقضية اليوم وهذه الحلول والمقترحات الاقتصادية المهمة اللي قدمتها اليوم عبر فقرة قضية للنقاش. ونتمنى أن تجد هذه المقترحات والحلول مكانة من قبل الحكومة الانتقالية. شكرا جزيلا لكم، دي كانت قضيتنا اليوم مشاهدينا. ننتقل معكم إلى مساحات أخرى في برنامج معايش.